اي باه باه يا فوزيه باه، توا نفتح الصفحه ونشوف. لا لا باش باش بالتليفون بعد ما نسكر منك. هو توا على طول نفتح الصفحه. باي صحيتي، هاي سلمي لي بعدين نكلمك. بالسلامه، سلمها يا رب الفايزه. كيف تتعلمين الحلويات في المنزل؟ يا عيني والله. نتعلم وخلاص، يا سلام عليها النتشوك، والله ما علمنا. لكن راحت ولقيتها، لكن نبي لازم يساعدني الطيب. زحمة قاعد هو ولا غادي. طيب يا طيب. ايوه تعال بالله. أيوة. عليك نبيك تعال. انس خيرك؟ انا طالع خيرك. شو في؟ سالت على نبيك، غرت على نبيك بنوريك حاجه. غرت على بحدك. باهي يا ودي باهي، ما تخلوش الواحد يطلع. اسمع، خذ الورقه هذه اللي قدامك والقلم باهي، واكتب اللي نقول لك عليه. باهي يا سيدي، حاضر. هذه الورقه وهذه القلم، واكتب على الورقه يا القلم وقول لهم شنو بنكتب. هيا قولي تفضلي. احسن حاجه احنا ان شاء الله في العيد هذا، يعني فكرت هيك انا وصاحبتي فوزيه، يعني نديروا ثلاثه اربعه حاجات هيك بس. يعني بس ثلاثه ولا اربع حاجات؟ باهي يلا تفضلي. هيا نجو مثلا لتشيز كيك. باهي زعما نديروه بالفراوله ولا نديروه بالتشيز كيك؟ احسن هيك نديروه، ولا نديروه بالجديد هذا اللي يسموه فيه شو اسمه؟ انت مره قلت لي عليه قنين، هو زي النوتيلا. اللوتس. ايوه اللوتس. احسن هيك باللوتس نديروه، باش يقولوا ايوه حوش الطيب ناس راقيه يعرفوا كل شيء حلو، يعني هاي. باهي وهذا وين بنلقاه هنا؟ تاني حتى شكله ما نعرفهاش. ما تصعبيش علي الاسئله يا زهية. يا طيب الله يهديك، الله يربحك. امشي بس انت لمحل الحلويات وتلقى كل شيء، غير هيا اللي نقول لك عليه اكتب. خلينا نشوف. هيا سمي، هاتي قولي. استنى 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 استنى، لو هني بحداي حتى الحاجات الثانيه. هيا قولي. زوز بكوات بشكوتي. زوز بشكوتي. ولوتس. وواحد ولا قداش؟ اثنين ثلاثة؟ لا حتى اثنين جيب لي. اثنين وثلاثة. ثلاثة كيلو لوز مقشر. ثلاثة كيلو لوز مقشر. ايه وزبدة وسمن بلدي. ايه وعلبة علبتين جبنة فيلادلفيا. فيلادلفيا. ونبي ثلاثة حكاك قشطة. قشطة. ونبي أربعة حكاك حليب. راهو نسلة. نسلي. ايه نبي هيك باش عاد نديرو بيه السيليون. باش نديرو بيه السيليبون. باهي سيليبون. ايه السيليبون هذا كله بالفرنسي. باهي هذا كله علاش؟ هذا كله علاش يا لله؟ هذا كله علاش؟ على شوية حلويات تجيبوا هذا كله البضاعة دي كلها؟ يا طيب اكتب وما دخلكش فيا، اكتب انت بس. اسمع اكتب اللي بنقول لك عليه وخلاص. وبعدين ايه ما تنساش حقه باش تجيب لنا معاك شلاطينه. يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير الشلاطينه؟ شنو انت بتفجري الحوش ولا شنو؟ تكتب يا طيب وخلاص يا ودي. هذه الحاجات كلها اللي نقول لك عليها حاجات للكيكه، نبوا نديروا الحلويات في العيد. فهمت ولا لا؟ فهمت. الجلاطينه. الله يرحمك يا امي، الله يرحمك. زمان كانوا الجيران يتلاقوا في حوش واحده من الجيران ويديروا الكعك ويديروا المقروط ويديروا شويه غريبه وشويه معسل هكي، وكل واحد ياخذ حوايجته. وكل سنه وانتم بخير. وتوا وليتي لي يا ماما باللوتس وبالشامبليون مش هذا عيد فرحه ولما مش بنتلاقوا مش بيجونا الناس. شو رك نسيتي بان الكورونا وزادي بان الدنيا فيها حدر؟ شو رك نسيتي هالكلام هذا كله؟ تما هو شويه مقروط شويه حلويات شويه دي على الصبر. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. يلا صح عليك يا اختي سلمه، يا اختي نجيه، يا اختي سلمهولي يا ربي. بالله تضحك والنبي. يعني ليه مثلا لما مش بيشوف العيد هذا اخواتك ورجالتهم ولا لا؟ مش بيجوا اخواتي ولا لا حتى هم ورجالتهم ولا لا؟ وبيجوا صغارهم شنو يعني؟ نقعد هيك ماده زونتي نبدل شويه مقروض وغريبه زي ما قالت امك الله يرحمها؟ هذاك وقت امك. باهي يجوا مرحبتين بهم، اهلا وسهلا بهم. شويه مقروض شويه غريبه شويه ماء، وكل سنه وانتم طيبين. وراك تنسي الكعك.
الراك فرحان يا ده كله كان زمان. تعرف يا طيب ده شنو شكلك انت؟ رانا احنا في 2020 لكن في الاخير طلعت قدومي زمني حقاني. ما معنى كيكة بي حق خروف كبش تصير منها الحسبة هذه؟ باي يا طيب يعني جنت بيني هيك خاطري مكسور في هالعيد هذا. باي جني يقولوا علي الناس كيف نبي نقابل الناس يعني كيف نبي نقابلهم؟ هاي قابليهم بقلب مفتوح، قابليهم بكلمه طيبه، قابليهم بالتسامح، قابليهم بالتراضي، قابليهم بالحب، قابليهم بكذا. علاش التفاخر والكذب والنفخه الزايده والمصروف الزايد اللي ما فيش منه فايده؟ لماذا هذا الإسراف؟ أنت قول باي شنو بدي بتقهرني بين الناس؟ أنا هذا عيد راهو يجي مرة واحدة في العام، مرة واحدة راهو. إلا بالله العلي العظيم، ما أنا العيد ما يجيش إلا بالكيكة، لا حول ولا قوة إلا بالله. معايدي نوعي معايدي. نقول لك انا المثل ولا انت وتقول لي اليوم هاي ترى شنو؟ لا نبي نقول لك المثل. لا نبي نقول لا نبي نقول لك المثل. انا نقول لك المثل وباش نرضيك ونخليك باهيه كانك جاوبتي على المثل نجيبك ديري كيكه، وكان ما جاوبتي عليا اليمين و16 في ال17 ما هو صايره منها مطولها وما رق مطولها وما رق تتتت. خلاص بسيطة، قولوا يا حنة وصلت الكيكة ومعاها شنو؟ أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مارتين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.